والله تعالى يقول في القرآن الحكيم فلا وربك لا يؤمنون، يعني مو مؤمن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. النزاع اللي صار إذا رجعوك يا رسول الله يصلي يصوم يحج يخمس باني مسجد باني حسينية منفق على الفقراء، الله يقول هذا مو قبول مو مؤمن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني قد يكون الإنسان يطبق حكم الرسول لكن في نفسه يقول يا ليت ما كان هالشكل، الله يقول هذا مو مؤمن أنا ما أود الجنة. نص القرآن هذا لازم كل الأحكام الإسلامية، أما بعض الأحكام الإسلامية عمر بن سعد كان بعض الأحكام الإسلامية يعمله. عمر بن سعد كان يصلي كان يصوم حتى في يوم كربلاء صلى جماعة، كان يحوج كان يجاهد، لكن شنو عمر بن سعد؟ إلى جهنم ويبئس المصير، لأن يوم خالف الله تعالى في قصة الإمام الحسين. الله مو محتاج، حتى إذا ألف حكم أنت خالفت حكم منه الله مو محتاج إليك في أمان الله. في آية أخرى الله يقول ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، مو لسانا عملا، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يعني الله يقول إذا يعمل نصر أحكام الإسلام نصر أحكام ما يعمل هذا كافر حقا، الله مو محتاج لا إليك لا إلي لا إلى كل البشر. في آية الله يقول إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، يجيب غيركم. بس الله ما جابنا احنا هم يودوني يجوا اخرين، ولا تتصور ان الله يتعب على هذا الشيء، شيء سهل.